أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. قال وحدثنا أبو عبد الله القزويني أيضا قال حدثنا يحيى بن عبدك القزويني قال سمعت يحيى بن يوسف الزمي يقول بين أنا قائل في بعض بيوت خانات مرو، فإذا أنا بهول عظيم قد دخل علي، فقلت من أنت؟ قال ليس تخاف يا أبا زكريا. قال قلت فنعم من أنت؟ قال فقمت وتهيأت لقتاله، فقال أنا أبو مرة. قال فقلت لا حياك الله، فقال لو علمت أنك في هذا البيت لم أدخل، وكنت أنزل بيتا آخر، وكان هذا منزلي حين آتي خراسان. قال قلت من أين أتيت؟ قال من العراق. قال وقلت ما عملت بالعراق؟ قال خلفت فيها خليفة. قلت ومن هو؟ قال بشر المريسي. قلت إلى ما يدعو؟ قال وإلى ما يدعو؟ قال إلى خلق القرآن. قال وآتي خراسان فأخلف فيها خليفة أيضا. فأخلف فيها خليفة أيضا. قال قلت إيش تقول في القرآن أنت؟ قال أنا وإن كنت شيطانا رجيما أقول القرآن كلام الله غير مخلوق. قال وحدثنا أبو محمد عبد الله بن عباس الطيالسي قال حدثنا بندار محمد بن بشار وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال كنا نقرأ على شيخ ضرير بالبصرة، فلما أحدثوا ببغداد القول بخلق القرآن قال الشيخ إن لم يكن القرآن مخلوقا فمحى الله القرآن من صدري. قال فلما سمعنا هذا من قوله تركناه وانصرفنا عنه، فلما كان بعد مدة لقيناه فقلنا يا فلان ما فعل القرآن؟ قال ما بقي في صدري منه شيء. قلنا ولا قل هو الله أحد. قال ولا قل هو الله أحد إلا أن أسمعها من غيري يقرأها. القصتان صحيحتان، قد يستغرب الإنسان ولكن ليس بغريب ولا بديل. فهذا يحيى بن يوسف الزمي حكى هذه القصة ويعني حكيت عنه بإسناد صحيح أن الشيطان أتاه وهو في مرو في خان، يعني كان منزل شبه الفندق ينزل فيه يعني الغرباء والوافدين وكذا من هذا الصف. قالوا ما تخاف مني يا أبا زكريا؟ قال لا أخاف منك، ما أخاف. من أنت؟ قال أنا أبو مرة، أنا الشيطان، الشيطان الأكبر لعنة الله عليه. فقلت له من أنت؟ قال فقمت وتهيأت لقتالي، فقال أنا أبو مرة. فقلت لا حياك الله، يعني ثابت قوي الجأش، يمكن لو كان جبان تخور عليه قواه ويموت. شيطان أمامه كذا خاف، إنسان ما يقدر يواجه الجن. كثير من الناس لما يرى الجن يموت خوفا، بعض الناس لا يستطيع يواجه الجن ها ويهزمها. ومن عمر بن الخطاب ما سلك فجر إلا سلك الشيطان فجر غير بجه، ومن أبو هريرة رضي الله عنه أمسك الشيطان وهو يحفر من الطعام ويسرق أمسكه 3 مرات ما يخاف. المؤمن القوي لا يخاف لا من الجن ولا من الإنس، لا يخاف إلا الله تبارك وتعالى، خاصة الخوف الشركي نعوذ بالله. فبعضهم قد يخاف الخوف الشركي من الأموات ومن الشياطين ونعوذ بالله من البلاء، فهذا لم يخف، ثابت الجيش وقوي، وقابل الشيطان هذه المقابلة. فقال الشيطان لو علمت أنك، هذا دليل أن الشيطان والجن لا يعلم الغيب ها؟ كما قال الله في قصة سليمان لو علمت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين،
قال أنبئكم على ما تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. كاذبون هم كذابون بارك الله فيك، لأنه يسرق اسماء الأخبار في السحاب أو في السماء ويأخذ يخطف الكلمة وينزل فيقرها في أذن الكاهن أو الساحر فيضيف إليها من الكذبة. هذا الذي يضيف يقال أنه الشيطان ويقال أنه الكاهن، ولا كل حال سواء الكاهن أو كان الشيطان الساحر والكاهن اللذين يتلقيان من الشياطين الإفك والكذب كذابون. فإن من روى حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. على كل حال قال وعلمت أنك في هذا البيت لم أدخل وكنت أنزل بيتا آخر ما في هذا المنزل، وكان هذا منزلي يعني هذا المنزل الذي أنت فيه كان أنزل فيه كنت أنزل فيه. حين آتي خراسان قلت من أين أتيت؟ قال من العراق. قلت فتنة محتدمة فيها. قلت ما عملت بالعراق؟ قال خلفت فيها خليفة. الخلفاء قد يكون خلفاء الشياطين. قلت ومن هو؟ قال بشر المريسي. فدعاة البدع والضلال خلفاء الشيطان، والعلماء ورثة الأنبياء وخلفائهم إن شاء الله، ودعاة البدع والباطل والكفر والضلال خلفاء إبليس وجنوده، فاحذروا أن يكون أحد منكم من جند الشيطان أو من خلفائه. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأن يجنبنا الفتن والبدع وأن ينزهنا من خلافة الشياطين. قلت إلى ما يدعو؟ قال إلى خلق القرآن. هذه وحدها مكسب كبير للشيطان، وفيها معارك وفيها خلافة وفيها هناك بدع أكبر منها والعياذ بالله يدعو إليها كثير من الناس. فتجد هذه واحدة من مئات البدع من بدعه مع الأسف. فهؤلاء أقوى وأعرق في الخلافة من بشر المريسي. وأنا قلت لبعض المنافحين عن بعض أهل البدع المعاصرين، قلت ماذا تنكم على بشر المريسي وبماذا سقط عند الأمة السنية وبدعية؟ قال لأنه كان يقول بخير القرآن. قلت فلان يشارك في هذه القضية وعنده مئات أخرى، يعني البدع الكبرى أكبر من هذه، كيف ما تهزه؟ شوف يا إخوة العمى، نعوذ بالله من العمى والضلال، نعوذ بالله، نعوذ بالله من البلاء، خاصة إذا كان هؤلاء مع بلائهم ينتمون إلى المنهج السلفي، فإن الكارثة تتضخم جدا والمصيبة تعظم. إذا كان أنصار البدع الكبرى يدعون تسبيح المنهج السلفي فهذه والله كارثة على الأمة، وقد أضروا كثيرا بأنفسهم وبمن يعني تابعهم من الأغبياء والجهلة. نسأل الله العافية. قال وآتي خراسان فأخلف فيها خليفة، لأن هذا الشر كما يقول يطلع منه قرط الشيطان، ففي العراق وما وراءه يعني قرن الشيطان، بدأت الروافض والخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم ومنها خلق القرآن، كلها ذر قرنها هذا المشرك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكف شره عن أمة الإسلام وعن الإسلام. سأله قلت إيش تقول في القرآن أنت إذا كان عندك هذا النشاط وخليفة هنا وخليفة هنا لهذه البدعة، أنت إيش رأيك فيها؟ ماذا تقول؟ قال هذا وكنت شيطان رجيما أقول القرآن غير مخلوق، يضحك على الناس ويضيعهم. ها بارك الله فيك. إن الشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، نعوذ بالله.
طيب بعض الدعاة يقول لك هو ما يؤمن بهذا، مثلا ما يقول بوحدة الوجود، طيب ما يعتقد بوحدة الوجود، طيب ما يعتقد بوحدة الوجود لكن يدعو إليها، هو شيطان، هو شيطان بارك الله فيك، هو أخبث من هؤلاء الذين يقعون في بدعته. عرفتم؟ يقول لك لا ما يقول بوحدة الوجود، هو قالها كتبها سبق لسان قلم ايه ها، طيب ايش اللي خلاه يكتبها ويمدح اهلها والى اخره ها؟ فان كان يؤمن بها فهو منهم، وان كان يؤمن بها فهو شر منهم، مثل الشيطان هذا لا يؤمن بالمقوله ان القران مخلوق ويدعو اليها وينشط وكذا وكذا وهو لا يؤمن بها. فاذا كان الانسان يدعو الاشتراكيه او اليهوديه او النصرانيه ويمدحها ولا يؤمن بها، وهو لا يؤمن بها ها؟ يعني بولس دعا الى النصرانيه وهو لا يؤمن بها، وهو اكثر منهم، ولا يؤمن بان عيسى ابن الله او ثالث ثلاثه او هو الله، هو اللي وضع هذه العقائد وضعها وهو لا يؤمن بها، لكن هو انجس واكثر من النصارى. فهكذا الذي يدعو الى بدعه، يدعو الى بدعه كفريه ولا غير كفريه، هو شر ممن لا يدعو اليها، ممن اعتنقها ولا يدعو إليها. فهمتم هذا؟ فكان يقول لك ما يقول بوحدة الوجود، احكم القصة عليه احفظوها تكون حجة عليه وهي قصة صحيحة. فهمتم؟